ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة دروس رياضيات ماس اونلاين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم وليد يسر معلم الرياضيات لقسمي العربي واللغات، استكمالا لكورس المهارات اللي احنا بدأناه. ان شاء الله النهارده هنبدأ الحصة الثانية او المهارة الثانية، وهنتعلم ازاي نقدر نضرب الاعداد دي بطريقة صاروخية بكل بساطة. يعني على سبيل المثال لو قلت لك 25 في 4، 25 في 32، 25 في 44 الى اخره، ازاي تقدر تضرب الاعداد دي بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا وبسرعه جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم، وتشترك في قناه اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، لانك هتستفيد والله هتستفيد. طب تمام، تعال نبدا كده بسم الله كده. لما نبدا 25 في 4، لو قلت لك 25 في 4 سهله جدا، 25 في 4 هتقول لي الناتج 100، بسيطه صح؟ لو قلت لك 25 في 44 هتاخد وقت تفكر. لا انا مش عايز افكر، اعمل ايه؟ تعال نشوف. هقول 25 في 4 الطريقه بكل بساطه، ان انت لما تضرب اي عدد 25 بتقسم العدد المضروب في 25 على 4. يعني هتقسم 4 على 4 فيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى تقسم على 4، 4 على 4 فيها الواحد. بعد كده اعمل ايه؟ نضيف صفرين بس. هتضيف ايه؟ هتضيف صفرين. اذا 25 في 4 الناتج 100 بكل بساطه. تمام، يا ريت تكمل معايا الفيديو الاخر عشان اقول لك تستخدم الطريقه دي امتى وامتى ما تستخدمهاش. طيب 25 في 32 هتعمل ايه؟ هتقسم ده على 4، 32 على 4 فيها ال 8. وبعد كده اعمل ايه؟ ضيف صفرين يا سيدي. يبقى 25 في 32 الناتج 800. بعد كده 25 في 44 هتعمل ايه؟ اقسم ده على 4، 44 على 4 فيها ال 11، فيها ايه؟ ال 11. هتعمل ايه بعد كده؟ ضيف صفرين يا سيدي. اذا الناتج 1100. تمام، 25 في 44. بعد كده تعالى المشكلة المهمة جدا جدا دي اللي الناس هتواجهها، ايه هي؟ هتيجي تضرب 25 في 13. طب ال 13 ما ينفعش تتقسم على ال 4، اعمل ايه؟ قال لي في الحالة دي تنزل خطوة. تنزل ايه؟ خطوة، يعني تنزل شوف العدد اللي تحته يقبل اسمه على ال 4. مين اللي تحت ال 13 يقبل على ال 4؟ ال 12. 12 على 4 فيها الكام؟ فيها ال 3. طب ثانية واحدة، أنت لسه في واحد معاك، أنت دلوقتي نزلت خطوة بقيت 12، طب ده دول 13 يعني باقي واحد، أعمل فيه؟ اقسم ال 1 على 4، ال 1 على 4 فيها الكام؟ فيها 25 من 100، صح ولا لا؟ صح؟ طيب 25 من 100، أنا مش لما أضيف صفرين دي معناها بضرب في 100، معناها بضرب في إيه؟ في 100. طب لما أضرب في 100 العلامة تتحرك حركتين، حركة 2 طلعت، إذا الناتج 325 بكل بساطة. تعال نكمل المسألة اللي بعدها. 25 في 17 هنفهمها اكتر. 17 هتقبل اسمه على الاربعه؟ لا ما تقبلش. طب فانا هعمل ايه؟ هنزل اشوف مين تحته. مين تحته؟ ال 16. ال 16 تقبل اسمه على الاربعه. 16 على الاربعه فيها الكام؟ فيها الاربعه. باقي واحد، يعني 25 من 100. ما هو 1 على 4 يعني 25 من 100 يعني ربع. طيب 5 انت هتضيف صفرين، المفروض تضرب في 100، يبقى تضرب في 100 بتحرك العلامه حركتين، حركه 2 طلعت، يبقى خلاص العلامه مش موجوده. اذا حصل ضرب 25 في 17 الناتج 425. هسيب لك المساله دي واجب، يا ريت تكتبها لي في التعليقات. واحنا بكده خلصنا المهاره رقم 2 للحساب الذهني السريع. كان معكم وليد يسري، يا ريت كل الناس تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وما تنساش طبعا تشترك في قناه التليجرام، هسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. اشوفكم على خير ان شاء الله في تحدي جديد. موعد عرض الكورس بتاعنا يوميا الساعه 6 بتوقيت جمهوريه مصر العربيه، الساعه 7 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.